بالنسبة للمشكل ديال الطريق سي طه، الطريق اللي دخلتو معاه تقريبا ماشي هي الطريق اللي عندنا من الجامعة، اللي هي الطريق كاينة من دار الشيخ الرادي تال دوار العزازة، لأنهم هي اف 2018 ولا لا دريتي، راه هي هذه الطريق اللي شفتي اللي نمشيو لها، راه نتبعوها حتى تكمل ولا تال عندهم ولا كذا، راه ماشي مشكل. بالنسبة للطريق اللي دزتو معاه راه محسوبة على الجامعة ديال المعاشات. بالنسبة للطريق اللي عندنا حنا من دار الشيخ الرادي تال دوار العزازة راه مهيئة في 2018، وحاليا عندها دراسة ديال القدرون اللي هي محطوطة في المجلس الإقليمي في الجهة وفي الـ NDH في العمالة. وبالنسبة لها حنا مخدامين عليها إن شاء الله بحول الله. وبالنسبة للسيد البرلماني راه تاهو متعاون معنا في الرباط على حساب هاد الطرقان اللي مهيئين. بالنسبة للوحدة المدرسية عندنا نهار 6 يونيو كانت المراسلة ديالنا مع وزارة التربية الوطنية، الوزارة التربية الوطنية على ثلاثة ديال المدارس، اللي هو أولا فيهم دوار العزازة، دوار الصوالحات، وولاد القاضي، ثلاثة ديال الوحدات المدرسية اللي غادي تكون إن شاء الله بحول الله هنا في الجامعة. وبالنسبة للتربية وزارة التربية الوطنية راه حتى هي راسلتنا بأننا نوجدوا لهم الأرض ديالهم، قلنا لهم الأرض موجودة إن شاء الله بحول الله. يا راه حنا نسقنا مع الناس ديال الدوار، واللي هو سي هشام قاشة هو اللي كان جاب لنا الأوراق، وراه حنا صيفطناهم للوزارة الداخلية على الوحدات المدرسية إن شاء الله بحول الله. وبالنسبة للماء التيو ديال هذاك الدوار ديال دوار العزازة موجود في شهر 9 2021، اللي داتو الجمعيه ديال الشياطات، اللي هي دائره وحده دوار الشياطات دين الجمعيه ودوار العزازة ما داروش الجمعيه، وقلنا لهم ديروا جمعيه بيناتكم. عندهم السقايه تما ديال لونيب اللي الماء فيها موجود، الماء موجود عاوتاني ديال هذاك الخزان المائي اللي هو ديال الجمعيه ديال دوار الشياطات، ولكننا مستعدين يعطوهم الماء من تما. قلنا لهم حفروا التيو للديور ديالهم على حسب الطريقه اللي خدامين بها بالنسبه للربط الفردي. كاين اللي كيقول لك واخا، كاين اللي يقول لك الله يسخر، ما بقى حتى شي واحد اللي سميتو. بالنسبه لهاد الحوايج راه موجودين حاليا، راه موجودين. وبالنسبه للطريق راه كتشوف الطريق راه معبده في 2018، وحاليا راه عندها الدراسات الى التقنيه، ونتمنوا من الله تعالى وتبارك التوفيق. وهاد الناس راه الجامعه قريبه منهم، قريبه ليهم وقريبه منهم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.